شو هو الأثر أو التأثير اللي راح يصير على طلبات اللجوء بين الحدود الأمريكية والكندية بعد خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ السلام عليكم. بداية الناس اللي جداد على هاي القناة، أنا اسمي فادي يونس، صانع محتوى على اليوتيوب، مقيم في كندا، بعمل محتوى على هذه القناة اللي دخل بالهجرة باللجوء، مواضيع اجتماعية بشكل عام ومواضيع ترفيهية، وتحديدا كمان من كندا ومن سفراتي حول العالم. إذا أنتم مهتمين بهذا المحتوى بتمنى منكم تعملوا سبسكرايب على قناة اليوتيوب وتفعلوا جرس التنبيهات، وكمان تابعوني على حساب الانستغرام لأني بتطرق لمواضيع أخرى على حسابي على الانستغرام. ندخل في الموضوع. السنة الماضية بنفس هذا الوقت عملت فيديو عن موضوع عابرين الحدود الأمريكية الكندية طلبا في اللجوء بكندا، وحكيت على الاتفاقية التي تعرف بالSafe Third Country Agreement أو اتفاقية البلد الثالث الآمنة. ورجعنا بشهر 7 عملنا فيديو تاني على موضوع القضية اللي رفعتها المنظمات الحقوقية وبتطالب الحكومة الكندية بإلغاء اتفاقية Safe Third Country Agreement لأنها غير دستورية. وشرحت بهذاك الفيديو، حكيت أنه الحكومة الكندية، الحكومة الليبرالية الحالية، معها 6 أشهر عشان تعمل استئناف على قرار المحكمة بإلغاء هذه الاتفاقية. شو صار من بعدها؟ قبل ما تحضر هذا الفيديو لازم تحضر الفيديوهين اللي أنا ذكرتهم، راح يكونوا موجودين بصندوق الوصف وبنهاية هاي الحلقة، وكمان راح يكونوا مبينين عندك هوني على الشمال، فيك تكبس على علامة التعجب وتدخل تحضر هاي الفيديوهات. لازم تحضرها في البداية بالترتيب وبعدين بنكمل على هذا الموضوع. اللي صار بأنه الحكومة الفيدرالية الحالية، الحكومة الليبرالية، فعلا استأنفت قرار المحكمة، وهذا الحكي تم بفترة بسيطة جدا من بعد صدور القرار بعدم قانونية اتفاقية Safe Third Country Agreement. وكان أهم نقطة تطرقت لها الحكومة الكندية بالاستئناف بأنه ما بدها تترك الحدود الكندية الأمريكية مفتوحة على مصراعيها، وهيك رح يزيد عدد الناس اللي قادمين لطلب اللجوء وعم بيعبروا الحدود، مع العلم أن الحكومة الكندية إلى اليوم موقفة قبول طلبات اللجوء من الحدود الأمريكية الكندية، سواء كانت من المعابر الرسمية أو الغير رسمية بسبب الكوفيد-19. فيعني اليوم بالوضع الحالي، حتى لو أنه قرار المحكمة ظل ماشي وما كان في استئناف، لحد هذه اللحظة ما حدا بقدر يعبر الحدود من أمريكا إلى كندا. النقطة الثانية، لما تأجلت القضية لشهر 1 و2، كان الهدف الأساسي من وراها هو الانتظار ليشوفوا إيش نتيجة الانتخابات الأمريكية، لأنه كانت واحدة من الارجومنتس، النقاط الجدلية في هاي القضية اللي رفعتها المؤسسات الحقوقية في كندا ضد الحكومة الكندية، بأنه أمريكا في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا تعتبر ملاذ آمن أو مكان آمن للاجئين، لأنه كان لما يتم رفض الطلبات تبعتهم من كندا يرجعوا لأمريكا كان يتم حبسهم وكان يتم ترحيلهم معظم الوقت لدولهم الأصلية، يعني كانت حياتهم تتعرض للخطر. فاللي صار بأنه لما استأنفت الحكومة الكندية قرار المحكمة، تم تأجيل القضية إلى نهاية شهر 1 لبداية شهر 2 من عام 2021. فراح يكون في وقت يعرفوا إيش نتيجة الانتخابات اللي صارت. وزي ما أنتم كلكم متابعين، الرئيس الأمريكي الجديد هو جو بايدن من حزب الديمقراطيين، فهون اختلفت كل الموازين. فالآن لما يرجع ينعاد مرة تانية فتح القضية تبعت الاستئناف في اتفاقية Safe Third Country Agreement بشهر 1، بيكون الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اللي هو وإدارته كانوا يعدوا خطر على طالبين اللجوء، بيكون انتهت ولايتهم وانتهت فترة الحكم تبعتهم. فشو صار هون بالقضاء بكندا؟ أصبحت نقطة الجدل أقل جدلاً، لأنه الآن أمريكا أصبحت منطقة آمنة من غير وجود الإدارة الأمريكية بإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. What the government may well be doing is buying time until a new administration takes over in the United States. Should Joe Biden replace Donald Trump next January, the federal government will likely argue in a full appeal that the facts on the ground have changed. But the bar for placing this kind of ruling on hold is a high one, and the lawyers arguing the other side say the government hasn't come close to meeting it. What is clear is that the fight over the Safe Third Country Agreement is not going to end anytime soon. لذلك الخلاصة هون، اتفاقية Third Safe Country Agreement ستبقى. قد يتم التفاوض مع الحكومة الأمريكية الجديدة بإدارة الديمقراطيين
برئاسة جو بايدن تعديل بعض النقاط، ولكن ستبقى بين البلدين. فيعني اليوم إذا أنت بدك تعبر الحدود الأمريكية الكندية طلباً للجوء بعد فترة الكورونا، إذا عبرت من المعابر الرسمية رح يتم رفض طلب اللجوء تبعك، لأنك المفروض أنك تقدم لجوء بأمريكا وليس بكندا. ولكن الثغرات اللي أنا ذكرتها بالفيديوهات السابقة حتظلها لساتها موجودة بالاتفاقية؟ ما بنعرف، هذا الحكي بيبين معنا بشهر 2، لأنه هاي الثغرات إذا بقيت فأنتوا ممكن تعبروا الحدود عن طريق المعابر الغير رسمية وتطلبوا لجوء بكندا بهذيك الحال. هذا كان تحديث سريع عشان في كتير استفسارات إجتني على هذا الموضوع. ما تنسوا أنكم تشاركوا هذا الفيديو مع الناس اللي مهتمين بهذا الموضوع، وما تنسوا أنكم تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب على قناة اليوتيوب وتفعلوا جرس التنبيهات وتتابعوني على حساب الانستغرام، وبشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.